السلام عليكم. في هذا الفيديو سوف نتعرف على مفهوم الانهرت أو التوريث، الوراثة. ما هي الوراثة؟ قبل ما نتعلم الوراثة، أول كلمة أنا قلتلكن إياها أول ما دخلنا على هاي الدورة، قلتلكن الهدف من Object Oriented Programming هي أن ترسم لنا مخطط لطريقة العمل. بالضبط، هذا هو الهدف من Object Oriented Programming، وهذا الشيء أكثر شيء بيتمثل من خلال التوريث أو الوراثة. على سبيل المثال، لو أنا عندي كلاس موبايل بهذا الشكل، تمام؟ كلاس عادي بسيط ما في أي شيء يعني. الموبايل بشكل عام مثل ما اتفقنا بيتكون على سبيل المثال، ما في موبايل إلا وبيكون فيه على سبيل المثال شاشة، صح ولا لا؟ نحط string، وما في موبايل إلا وبيكون فيه أيضا كاميرا، تمام؟ بنفس الوقت ما في موبايل إلا وبيكون فيه CPU، في أيضا ميموري. حلو؟ رح نكتفي بالأربع خواص هدول مبدئيا. إذا لنفرض الكلاس موبايل في السكرين، في الكاميرا، في CPU، في عندي الميموري. طيب، لما أنت على سبيل المثال، هتشتري موبايل سامسونج، تمام؟ موبايل سامسونج، طبعا الكلاس اللي انا سميته سامسونج هو موبايل، صح ولا لا؟ فهو بالضرورة في سكرين، في كاميرا، في CPU، في ميموري، صح ولا لا؟ فانا بكل بساطة لخلي سامسونج يرث الموبايل، طالما انه سامسونج موبايل، تمام؟ فلحعمل extend موبايل. طيب شو يعني هذا الكلام؟ شو يعني extend موبايل؟ يعني عم بقول له خلي لي الكلاس سامسونج يرث الموبايل. طيب شو هي الوراثة يعني؟ ايه وشو صار يعني بعد ما ورث؟ بكل بساطة لو رحت انا هون عملت سامسونج، رح اعمل انستانس من الكلاس سامسونج. لاحظوا كلاس سامسونج فارغ، ما في اي شيء، صح ولا لا؟ بس كاتب انا extend موبايل، يعني رح يورث الموبايل، بس هو داخل الكلاس سامسونج ما في اي شيء، فارغ. لو رحت عملت مثلا S20 على سبيل المثال، رح اعمل انستانس من سامسونج وليكن S20 نيو سامسونج بهذا الشكل. طبعا لنفرض ان الموبايل اسمه S20 اللي هو طبعا من سامسونج. طيب انا عايز على سبيل المثال اطبع S20 دوت. لاحظوا انا اول ما عملت دوت للانستانس طلع لي الكاميرا، طلع لي CPU، طلع لي الميموري، وظهر عندي ايضا سكرين. ظهروا بالرغم من انه انا الكلاس عندي فارغ. طيب لو لغينا الاكستند هل رح يظهروا؟ بنشوف. لغينا الاكستند، بنرجع هلا بنعمل دوت مره ثانيه، بنلاحظ انه ما ظهر عندي اي شيء. بس لما كان هون في اكستند، عفوا، لما كان هون في اكستند موبايل كان فعلا عم يظهروا عندي. كان لما اعمل دوت فعلا عم يظهر عندي الكاميرا، عم يظهر عندي CPU، عم يظهر عندي الميموري، وعم يظهر عندي سكرين. لو اخترنا سكرين على سبيل المثال، رح نطبع السكرين. طبعا انا هون سكرين نل مبدئيا، رح اعطيها قيمة افتراضية ولتكن على سبيل المثال 6.4 او 6.3 وشغلنا بهذا الشكل، فرح يعطيني 6.3. انا من خلال الكلاس سامسونج اللي هو فارغ عملت له توريث من الكلاس موبايل، يعني سامسونج عم يورث الموبايل، تمام، بهذا الشكل. فأنا من خلال التوريث عم بقدر أحصل على جميع البروبرتي والميثود الموجودين داخل الموبايل داخل السامسونج. يعني عمليا كأني أنا لما عملت له اكستند موبايل كأني قلت له خلي لي الكلاس سامسونج بيحتوي على هاي الأمور أوتوماتيك. هو هن مش موجودين، ولكن بكلمة الاكستند صار الكلاس سامسونج في جميع خواص الكلاس موبايل، تمام. طبعا عمليا أنا بس الهدف من الكلاس موبايل إني أرسم له المخطط، مو إجي أعطيه قيم، انما القيم رح تكون من خلال مثلا ممكن اعمل s20.screen على سبيل المثال، اقول له مثلا 6.4، تمام، هي الطريقه الافضل، تمام. فطبعا ممكن كمان اقول له s20 على سبيل المثال CPU وليكن، اقول له مثلا هون سناب دراجون. طبعا كل الامثله عمليه يعني ما كلام ما له اي قيمه، تمام، بس هي امثله. سناب دراجون على سبيل المثال 665 على سبيل المثال، اي كلام يعني ما في مشكله. ممكن اقول له على سبيل المثال
او خلينا نقول سناب دراجون، خلينا نقول له مثلا الاس 20 دوت الكاميرا على سبيل المثال تساوي 20 ميجا بيكسل. طبعا الكلام غير صحيح هذا يعني كمعلومات، ولكن بس اللي نحن عم نعمل امثله، عرفتوا كيف؟ فمثلا طبعا هو ممكن هلا اطبع البرنت دوت سي بي يو دوت ميموري بهي الطريقه، او عفوا خلينا نقول دوت كاميرا افضل. فراح يظهر عندي 6.4 او 6.4 سناب دراجون 665 20 ميجا بكسل الكاميرا. فانا هون سامسونج عم يورث الموبايل، عملت من السامسونج انستنس اللي هو طبعا اس 20 موبايل اس 20 الاس 20 طبعا دوت سكرين، اعطيت المعلومات للموبايل تمام بهذا الشكل، بعدين طبعت القيم. طيب يعني بيجيني واحد هلا بيقول طيب نحن لو ما عملنا الكلاسات هي ابدا، لو كلاسات مش موجوده ما كان فينا بكل بساطه نعملهم متغيرات مستدعيين. ايه اوكي فينا تعملهم متغيرات مستدعيين، ولكن انت لما بتستعمل الاوبجكت اورينتد بروجرامينج انت عم بتنظم الشغل، انت عم بتنظم الشغل، يعني انت عم تعمل بلو برينت للوظائف اللي حتقوم فيها، انت عملت مخطط للامور اللي حتمشي عليها. فمو اي واحد مثلا، تخيل انت مثلا مسميه سكرين مثلا، يجي واحد مثلا نسميه مثلا يكتب كلمه غلط مثلا، يضيف حرف الان على سبيل المثال، او يغلط بشيء معين. اما هيك انت الزمته انه يستعمل البروبرتي الموجوده داخل الكلاس موبايل وداخل الكلاس سامسونج تمام. طبعا انا فيني اضيف للسامسونج خاصيه اضافيه مثلا نقول براند على سبيل المثال سامسونج تمام. البراند مش موجود بالموبايل انما موجود فقط بالسامسونج، فانا ممكن اعمل هون S20.brand. البراند هو خاص فقط بسامسونج تمام، فطبع لي كلمة سامسونج لأنه هو أصلا موجود فقط داخل كلاس السامسونج تمام. فهي فكرة التوريث بكل بساطة، أنه الكلاس بيقدر يورث جميع الخواص من الكلاس اللي قبله. طبعا ما في داعي أذكر أنه أيضا لو كان عندي function بهذا الشكل print على سبيل المثال name، أنا رح أسميها موبايل بهذا الشكل، اختار لها الاسم تمام، اقول له هون print this او موبايل مثلا name هي طريقة، اكتب هون name تمام بهذا الشكل. وانا بقدر هلا هون بهذا الكلاس على سبيل المثال اعمل من خلال الانستنس، طبعا رح امحي كل هذا الكلام، طبعا الاس 20 بمجرد ما اكتب اس 20 دوت حيظهر عندي اكيد، طالما انه لاحظوا طالما انه السامسونج عم يورث من الموبايل يفترض يظهر عندي البرنت نيم موبايل تمام. فاذا عملت اس 20 دوت وعملت برنت نيم موبايل حيفترض تظهر عندي، فرح اكتب له هون اس 20 تمام. هي فانكشن او ميثود موجوده داخل الكلاس، فبنلاحظ انه طبع لي. هلا طبعا لما انا بعمل اس 20 دوت برنت نيم موبايل، البرنت نيم موبايل هي void، تطبع لي تكتب لي موبايل وبتكتب لي اسم الموبايل. فبنلاحظ هون كتب لي فعلا موبايل اس 20 تمام، عم يطبع لي اسم الموبايل اللي انا عم مرقه من خلال الباراميتر للكلاس تمام، او عفوا للفانكشن داخل الكلاس موبايل من خلال السامسونج، طالما انه عم يورث من الكلاس موبايل. الموضوع يا شباب كثير بسيط، بس دائما انا كل الدروس اللي عم علمكم عليها واللي عم دربكم عليها لازم انتم تروحوا تطبقوها بشكل عملي، ولازم تجربوا ولازم تغلطوا ولازم حتى تتعلموا. الواحد ما بيتعلم الا من الاغلاط. اذا انت اليوم قلدتني مثل ما انا عم بكتب بالضبط فانت ما رح تتعلم اي شيء. انا كل سطر بكتبه انت لازم تروح تجربه، لازم تروح تعمل افكار من عندك، تعمل تجرب يعني تفكر تنفذ من اللي تعلمناه، تعمل امثله توظف الشيء اللي تعلمته. انت اذا ما بتعرف توظف الشيء اللي تعلمته فانت عندك مشكله تمام. دائما انا جميع الامثله اللي عم قوم فيها انت واجب عليك انك انت تقوم فيها ولا وتعمل امثله اضافيه انا ما عملتها حتى تتاكد انك انت فهمان المعلومه بالضبط تمام. هي نقطه كثير مهمه. فلاحظوا يا شباب انا من خلال التوريث وفرت على حالي، انا لما من خلال التوريث وفرت على حالي كل هذا الكلام.
يعني انا لو عملت هلا كلاس ثاني على سبيل المثال، وليكن هذا الكلاس الثاني هو الريلمي، تمام؟ طبعا البراند هون رح يكون اكيد الريلمي، صح ولا لا؟ تمام ما؟ وعملت انا طبعا انستنس من الريلمي، طبعا هالمره رح اغير ريلمي اكيد ريلمي، ورح اعمل الانستنس خلينا نقول اكس 7 برو موبايل، اكس 7 برو هو من طبعا من الريلمي، تمام؟ فرح اقول له هون انا اكس 7 برو دوت، اول ما اعمل دوت رح يظهر عندي البراند، الكاميرا، سي بي يو، الميموري الى اخره. فانا بدي بروح برجع بعين القيم من اول وجديد، بقول له 12 ميجا بيكسل. فلاحظوا يا شباب، هلا انا وانا عم بكتب بهي الطريقه، لاحظوا شوف التنظيم، انا اجبرت حالي اني اكون منظم بهي العمليه. كيف هذا الشيء ممكن يكون؟ من خلال انه كل الموبايلات فيها سكرين، فيها كاميرا، فيها سي بي يو، فيها ميموري، فالشخص عشان ما يقعد يفكر كل مره شو يدخل، لا، في عنده مخطط بيمشي عليه. هي فكره الاوبجكت اورينتد بروجرامينج بشكل كامل على فكره. فممكن هون اعمل دوت سي بي يو، طبعا بي مثلا 12 على سبيل المثال، الكاميرا مثلا نقول البراند، ما البراند ما في داعي لانه هو موجود كقيمه افتراضيه، انا معينه كقيمه افتراضيه، ما في داعي اعمل له اعاده تعيين حتى اوفر على حالي، طالما انه ريلمي فاكيد البراند رح يكون ريلمي، تمام؟ هاي نقطة كمان. وبروح أنا بعمل برنت على سبيل المثال اكس 7 برو، هاي الطريقة دوت مثلا بطبع الكاميرا إذا بدي، بطبع إذا بدي مثلا السي بي يو، تمام؟ وإذا بدي أيضا بعمل برنت بهي الطريقة، كنترول سي كنترول في دوت بهي الطريقة، ممكن البراند، تمام؟ وروح شغل. طبعا حكبر هي حتى يكون الموضوع واضح. طبعا لاحظ اول شيء طبع لي معلومات موبايل السامسونج، بعدين راح طبع لي معلومات موبايل الريلمي، تمام؟ بهذا الشكل. طبعا انا بدل كلمه ريلمي اخر شيء ممكن نفس الموضوع تماما، اعمل اكس 7 برو، تمام؟ دوت اعمل برنت بهذا الشكل واقول له هون ريلمي اكس 7 برو بهي الطريقه. هلا حيروح ايضا ينفذ لي الفانكشن اللي موجوده بالكلاس الاول، نشوف التيرمينال شو طبع لي. طب نلاحظ اول شيء معلومات موبايل السامسونج، بعدين راح معلومات موبايل الريلمي. طبعا مو شرط انه كل خاصيه موجوده داخل الكلاس استعملها، فبنلاحظ انه الريلمي انا بس استعملت الكاميرا والسي بي يو وعملت لهم اعاده تعيين، انا ما استعملت الميموري، تمام، والسكرين بالريلمي ما استعملتها. فانا مو شرط دائما استعمل المعلومات الموجوده داخل الكلاس، ولكن انا لازم التزم فيها عشان يكون شغلي منظم. اذا الكلاس الهدف منه دائما هو تنظيم العمل. انت هذا الشيء ما رح تشعر فيه حاليا لانه نحن عم نكتب امثله بسيطه، بس انت بكره ان شاء الله لما تكتب برنامج مكون من الاف الاسطر البرمجيه فلح تعرف اهميه الكلاس بشكل اكبر. نكتفي بهذا القدر لهذا الفيديو.